وادر يوسف مرشح لمنصب المنسق الوطني للحزب المغربي الحر، عضو المجلس السياسي للحزب المغربي الحر منذ سنة 2019. تمام، بأن الحزب المغربي الحر سيعقد مؤتمرا كما وصفته مؤتمرا فيصليا ما بين الفترة المتراوحة ما بين 30 و 30 من الشهر بمدينة حميصة. ما هي رهانة المؤتمر؟ هو الآن إحنا المجلس السياسي يوم 26/12/2020 دعا لعقد مؤتمر استثنائي، وهذا المؤتمر الاستثنائي لذي باش يكون القطيعة النهائية مع الماضي، الماضي اللي عشناه الماضي بالنسبة لنا حنايا ما نبقاوش ندويو عليه، لأن حنا الماضي ديالنا تخدينا على العاتق ديالنا بأن الماضي ديالنا هو الحركة الصحيحية. 18 عام من تواجد الحزب، تواجد في الساحة السياسية منعدم، ما كاينش الاشتغال، وهذه القطيعة مع الماضي يعني أول حاجة قبل ما ندويو على الديمقراطية الخارجية خصنا نبداو بالديمقراطية الداخلية، إعادة هيكلة الحزب من الداخل. حنا نعاودو نظفو البيس ديالنا، نعاودو الهيكلة ديالو، ومن بعد منا غنخرجو إن شاء الله للساحة السياسية. وأنه كنتمنى بأن حنا اللي كنقلبو عليه أن القوة ما تبقاش القوة عند الفرد ولا عند الشخص، بقد ما القوة تولي عند الهياكل ديال الحزب. هادشي اللي كنسعى ليه، يعني حنا حتى أول واحد اللي حطيت الترشح ديالي لمنصب المنسق الوطني، وكنتمنى أن الإخوة هما يحطوا الترشح ديالهم، وكيبقى الاختيار للمناضلين والمناضلات، والشخص اللي اختاروا المناضلين والمناضلات غنشدوا بيديه وغنزيدوا معاه القدام، وغادي نبنيو إن شاء الله نبنيو المسيرة ديالنا ونبنيو الطابع الخاص ديال الحزب المغربي الحر في الساحة السياسية. على ذكر البناء السياسي، بعد محطة التويسات هل تفكرون من المؤتمر المواصل؟ نعم، يجب أول شيء الإخوة يطالبون بالعمل النقابي، وهذا شيء يحمل عقباه وما نتمناه احنا. علاش؟ لأن حتى العمل النقابي في الساحة المغربية هو يعني كما كيقولوا تيميد، يعني كيبقى ملي كنقولوا النقابة كنمشيو اوتوماتيكمون كنمشيو للعمال، مع العلم أن العمل النقابي نقدروا نعتمدوا عليه في بزاف ديال المجالات. كاينين هيئات وكاينين مؤسسات وكاينين الجمعيات المهنية اللي خاصها التقطيع وخاصها الصوت ديالها تا هو يتسمع، وحنا غادي نمشيو فيه. كاين عاوتاني عندنا هيئات نسائية ولا نخدمو فيهم، وعاوتاني كاين دي شونتيي، كاين إن شاء الله أوراش اللي غادي تكون في المستوى. سي يوسف، بداية الحديث تكلمتي على وضع الترشيح ديالك بالنسبة للمنصب ديال المنسق العام، وجرت العادة والعرف أنه كل مرشح لمنصب رئاسي أو مقيمة يقدم برنامجا. نعم. هل لديكم برنامج أو تصور؟ نعم، البرنامج هو كما قلت لك أنا غنبداو، ويعتمد على أسسين اثنين. الأساس الأول هو داخلي، يعني إعادة هيكل القرارات اللي كيخرجوا، ويكونوا الرؤى ديال الحزب يكون رؤى ديال الهياكل وينبثق على لا فولونتي ديال الحزب. ثاني حاجه هو علاقه الحزب في محيط الخارج، خصنا علاقه مع الاحزاب السياسيه. حنا لا كنا لا ما عندناش مشكل مع الاحزاب السياسيه. الامين العام السابق يعني تجاه العديد من الرموز الدوله والمؤسسات، يعني في هذا السياق لا تفكرون على تقويه المؤسسه الاعلاميه الحزبيه لاعاده اشعاع الحزب ولاعاده نعم لابد ما غادي تكون احنا غنمشيو في هذاك الاتجاه، يعني. وحتى هو انا بالعكس انا اتمنى بان الاعلام الخارجي هو اللي يعطي الرؤيه ديالو والتصور ديالو. تمام، فهمتي؟ لان ملي كيعطيك الرؤيه ديالو والتصور ديالو كيعطيك رؤيه صحيحه. وانني انا النقد ديال الاعلام الخارجي هو نقد كيكون بناء، واخا يكون انت ضدك، لانه يعني يوجهك ويضعك على السكه. حنا قال لك راه عمر بن الخطاب اش كان كيقول لهم؟ يقول لهم اذا رايتم في عوجاجا فقوموني، رحم الله من اهدى الي عيوبي.
الانسان فيه عيوب لا بد ما كيكونوا اخطاء، ماشي اخطاء فادحه اللي يمكن ما الحاجه اللي ما كت الحاجه اللي ما كتصيبش، ولا بد خاصها تكون كتكون اخطاء. والعين هنا بالعكس السلطه ديالو هي سلطه تبجيه. كيف بعد اعاده فكر الحزب و يعني ترسيخ المبادئ الجديده ديال الحزب، هل ستبداون في التفكير في الاستحقاقات المقبله ديالك؟ دابا الاستحقاقات كما شفتوا دابا انتم انتم راكم عارفين حنا جينا مزيرين. سيكون لنا موطئ قلم، ستكون لنا كلمه، سيكون لنا تواجد، وحنا صبرنا والصبر خير فهمتي. وحنا المهم عندنا هو انا ماشي من النوع اللي كيامن بانني ناخذ رجعه في الوقيته ديال الانتخابات. يعني التواجد ديالي خصو يكون في الوقيته ديال الانتخابات ماشي في الوقيته ديال الانتخابات. يعني انا خصني حنا الخدمه ديالنا غتبدا ان شاء الله من فاتح يعني فبراير المقبل، ومن تما غادي نتواجدوا في الساحه السياسيه. زعما ما احنا غنكتسحوا اللي غنقول لك زعما ماشي كنواعدك باننا غيكون عندنا تواجد حقيقي وفعال في الانتخابات اللي من بعد هذه ان شاء الله. غير نبقاو في الاستحقاقات اللي جايه، يعني الحزب سيهيكل من جديد، حيث كيكون في الاستقطاب يعني تجيبوا كفاءات من خارج الحزب ورجال اعمال وعيان. نعم نعم نعم، احنا اول حاجه عندنا كوادر في المستوى عندنا شباب، والحمد لله الشباب متواجد عندنا في الحزب، هذا هو المهم وهذا هو القوه ديالنا. احنا حتى القوه ديالنا عندنا من عند الشباب. نعم اي 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 منطقه وعندها طابع خاص وعندها ناسها وعندها احنا الصدر ديالنا ولا الابواب ديالنا مفتوحه لجميع الناس اللي كيتقاسموا معنا حب الوطن واحترام المؤسسات ويكونوا نقيين. حنا بغينا نكونوا حتى حنا نقيين، ونكون انا كما انا ادعو الى الفضيله في الحياه السياسيه. سيوس كودري على ترون بانه سيوس في المنسق الوطني او الامين العام ديال الحزب له مسؤوليه تاريخيه تجاه المناضلين. نعم له مسؤوليه لانه ماشي سهل ماشي سهل ماشي سهل كتدخل على شتي ملي كتكون ملي كتبدا البني من الاول كيجيك سهل، ولكن ملي كتجي تصلح خصك تقريب هادي وتقاد هادي باش 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 تقاد واحد الاستركتور كتكون صعيبه. عندنا مسؤوليه اللي صعيبه واللي مسؤوليه قاصحه، وكنتمناو الله عز وجل يعيننا عليها فهمتي. المسؤوليه قدمتها المواطنين ماشي المواطنين والمواطنات، قدم المواطنين قدم الاقرباء ديالنا فهمتي. راه السمعه ديالنا هي اللي كاينه اونجي. افكتيفون سيوس الخوادري الخوادري ان شاء الله منسق وطني او امين عام ديال الحزب، رجل اعمال واكيد اب. نعم كيف ستنسق ما بينك؟ هو كيقول لك واحد السيد واصل كيقول لهم دوني موا مون اورغانيزاسيون اي جو سيري ريش دون 10 mois دون 10 ans. جا واحد قال لهم إلي بو قال لهم لو بوفر إلا في بيزوان دو 10 ans موا جو ني بيزوان كو دو 10 mois اي جو سيري زعما او سومي. يعني لورغانيزاسيون فو ايتر اورغانيزي نظام واحد يعرف يقسم ما بين الحياة الشخصية ما بين الحياة العملية وما بين الحياة السياسية. غيكون خير إن شاء الله بحول الله. أخيرا الرسالة ديالك للمؤتمرين والخطور اللي غادي يكونوا إن شاء الله. وكنقول لهم بأنهم دابا الحزب أمانة بين يديهم، وأنهم خصهم يتجندوا لأننا حنا تابعنا العمل وتابعنا الخدمة، ويعني خصنا يكون عندنا واحد التواجد حقيقي في الساحة السياسية المغربية، وأنهم خصهم يلتزموا بأخلاقيات السياسة وبالتوجيهات المولوية ديال صاحب الجلالة. وأنا ما عندي أدنى شك بأن المناضلين في هذا المستوى اللي كنقولوا، يعني يقول لك الوصايا ما كتقتل ما كتحي، يعني حنا كان هذا توجيه وصايا. أخيرا الجميع يتساءل من هو يوسف؟
حنا بغينا تكلمنا شويه المسار التعليمي ديالك والمسار المهني. هو انا يعني عندي لا فورماسيون في الدروا كومباري دي زافير. وانا عندي ما انا زعما عندي مع لو دومين ديال لي زاسيونس تقريبا 22 سنه ديال التجربه. عندي ليسونس بروفيسيونيل، عندي لو بي اس بي جو ديبلوم بروفيسيونيل اسيورونس، ليسونس بون فينانس اسيورونس، ميتريز في دروا كومباري وماستر في دروا كومباري. متزوج متزوج قبلي ولدين وبنت. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.